بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. انا طالع لايف اعلق او اقول كلمتين، ملاحظ اصلا صوته رايح، ولكن انا مستعجب ومستغرب. تصريحات غريبه الواحد عمال بيسمعها وفي البرنامج الانتخابي للساده المرشحين. مرشح اقترح نفتح فرع لنادي الزمالك، استاذ عمرو هريدي بيقترح بعد نجاحه انه يفتح فرع لنادي الزمالك في غزه. فكره عظيمه جدا يعني، ولكن يعني هي ده الحاجه اللي هتحل مشاكل نادي الزمالك؟ ان حضرتك تفتح فرع في غزه؟ كل احترام والتقدير للاشقاء في غزه، طب ما تفتح فرع تاني للزمالك في مصر الاول يعني. ولكن ده البرنامج الانتخابي اللي احنا قاعدين مستنينه. ثم الحاجه الثانيه، الكابتن حسين لبيب بيقول لك في حاله النجاح هنزرع 20 شجره. هنزرع 20 شجره. ده برضو اللي احنا مستنينه. طبعا في كلام تاني يعني. مش بقول بس ان ده الكلام الاساسي بتاعهم او ده الموضوع او ده البرنامج الانتخابي، ولكن ده من ضمن الكلام بتاعهم او من ضمن برنامجهم. الناس بتسمع الكلام، وانا واحد من الناس بستغرب. عايز اقول يا جماعه، انا مستني اسمع حلول حقيقيه لمشاكل الزمالك من اي مرشح يجي. تسمع كلام كده يمس قلبك ان هو خلاص مشاكلنا اتحلت يا جماعه، مشاكلنا اتحلت. بتسمع كلام يدخل قلبك، الفكره دي كانت فين؟ الموضوع ده لو حصل زي الفل. ولكن زراعه 20 شجره وفرع للزمالك في غزه، استاذه ميرفت المرشحه على رئاسه نادي الزمالك هي كمان بتقول اول يعني بتقترح لزياده موارد نادي الزمالك عرض مسلسلات على قناه نادي الزمالك. نعرض مسلسلات وافلام بقى اسماعيل ياسين وافلام بقى عادل امام على قناه الزمالك. يعني لما تسمع الاخبار تقعد تتفرج على اسماعيل ياسين بقى، وتتفرج على مسرحيه مثلا العيال كبرت وبتاع على قناه الزمالك. على قناه الزمالك. انا اتذكر، هو مش هتذكر يعني، الموضوع ده منتشر والناس كلها بتشوفه، في برنامج في قناه النادي الاهلي. البرنامج دوت فقره كده عاملينها بيبقى فيها زي شيف، شيف بيقدم وجبات وحاجات زي كده. الناس كلها وبقى فيهم سوشيال ميديا الزمالك، قعدت الناس كلها تتريق على اللقطه ديت، وتيجي تقول ازاي مطبخ وبرنامج طبخ في قناه النادي يعني او قناه رياضيه. وحضراتكم اكيد فاكرين يعني، يجي يقول لك ايه يعني كل الفرق تقعد مستنيه عايز تسمع اخبار النادي الاهلي او ما اعرفش ايه، يلاقوا برنامج طبخ في القناه. والناس كلها قعدت تتكلم بتريقه واستهجان على ان الموقف دوت موقف كوميدي، وازاي قناه رياضيه تعرض برنامج طبخ. فما بالك بقى ان قناتك بقى بيقترح المرشح على الرئاسه في نادي الزمالك، يعني مش عضو ولا مثلا، لا ده المرشح على الرئاسه في نادي الزمالك بيقترح ان احنا نعرض مسلسلات وافلام. هل يا جماعه انا عندي مشكله اليومين دول مثلا عصبي، بقيت بزعل بسرعه، ولا بقيت باخد الموضوع على اعصابي، ولا هي فعلا حاجات تضايق، ولا انا بافور؟ اصل انا بقيت بشك، بقول مثلا يمكن النضاره دي نفسها مضايقاني، مش عارف يعني. انا عمال بسمع حاجات غريبه، بقول يعني المشكله ممكن تكون عندي انا اوفر يعني، حاجات يعني عاديه. انا اللي محمل مثلا. الاستاذ حنبلي المرشح على رئاسه نادي الزمالك يعني، استاذ الحنبلي برضو ما سمعناش منه اي برنامج انتخابي غير ان هو بيقول لك هو مجهز شويه حاجات كويسه شايلها لوقت العوزه، مجهز حاجات كويسه لكن مش هيقولها دلوقتي. طب هنسمعها امتى؟ هنسمعها امتى يا استاذ حنبلي؟ انا بحترم كل الناس اللي بتتقدم تترشح لرئاسه الزمالك، ولكن الحاجات يا جماعه اللي انتوا بتتكلموا فيها دي يعني، انا مش عارف، انا مش عايز اوصف وصف ان انا عن نفسي كاستا ماليش علاقه بقى باي حد تاني، حاجات بتعبني انا شخصيا. انا بتصدم وانا بسمع الكلام ده. هنزرع 20 شجره؟ طب هل فيهم شجر برتقان؟ انا بحب البرتقان، يا ريت نزرع شجر برتقان. واحد يجي يقول لي اصل انت مع قايمه كذا، انا ولا مع قايمه كذا ولا كذا، انا راجل على الله بطلع اقول رايي، ولا عايز مصلحه من فلاني، ولا عايز مصلحه من علاني، ولا مضمون مع قايمه، ولا متحالف مع حد، ولا مع مرتضى منصور عشان يرجع، وكنت بهاجم الراجل وهو موجود وبعترض على ادارته، ودلوقتي لا هو انا مع كابتن حسين لبيب ولا مع كابتن فاروق جعفر، انا بتكلم في المشهد اللي بشوفه. 20 شجره انا عايز منهم شجره برتقان، ما دام العمليه باهميه الشجر يعني. وبعدين نفتح فرع في غزه يا استاذ عمرو هريدي او عمر هريدي، ما اعتقدش ان ديت من اولوياتنا يعني. يعني الفرع دوت نفتحه في مصر اولى، احنا ما عندناش غير فرع واحد. ويا استاذه ميرفت، حضرتك قناة الزمالك تعرض مسلسلات وتعرض العيال كبرت ومسرحيات وبتاع، هل الكلام ده يا جماعة
هل الكلام دوت زي ما قلت لكم بعيد تاني؟ انا اللي عندي مشكله يا والله، يا ريت الناس تقول لي، يا ريت الناس تقول لي، لان انا بسمع الحاجه كده تقوم خبطاني. انا والله العظيم اقسم بالله لما بسمع التصريح يعني من الناس ديت بفتكر الاول ان ده مثلا يعني حد مثلا عامل كوميك، الكلام ده مستحيل يكون منطقي، ما حدش يقول الكلام ده. فاكتشف ان ليهم لقاءات تلفزيونيه وطلعوا قالوا الكلام ده وعادي جدا بمنتهى الثقه، وبيتقال انه برنامج انتخابي، يعني الناس مقتنعه باللي بتعمله، ما حدش يجي يقول لك مثلا ايه لا ده احنا غلطانين، او لا ده الناس مصدقه وشايفه ان ده برنامج انتخابي قوي وحاجه هتعمل طفره لما نزرع 20 شجره كده حلوين، واحده مانجا واحده موز واحده استوفاندي واحده بتنجان، ونظبط الدنيا. انا مش بسخف بالفكره، ولكن مش هو ده اللي هيحل مشاكل الزمالك، مش هو ده اللي هيحل مشاكل الزمالك يا جماعه. امال فين مثلا حد يجي يقول لك انا معايا مستثمر مثلا داخل، ولا مثلا هعرف اسد؟ ده احنا عندنا اتنين لعيبه راحوا اشتكونا. ما اصل انا اسمع الكلام ده بالتزامن مع ان في اتنين لعيبه اشتكوك، واحد اشتكاك امبارح واحد اشتكاك اول. منهم واحد انا فرحان بشكوته، عايزه يمشي اصلا. والشكوى لغير الله ما زال يا ساميسون. تشتكينا على ايه؟ ساميسون بيشتكينا والجزيري بيشتكينا. هو الحلول مش حلول في النادي ولا حلول حاجات بره؟ هو ينفع حد يقعد اي فصلات وتروح عليه ايه؟ تأييف. راح احنتف، يعني ايه احنتف حضرتك؟ واحد عامل كل حاجه في حياته ومستكفي، فعنده 7-8 فروع في مصر، فراح يفتح فرع كمان في غزه، فرع في الامارات، فرع هنا، ده عنده زياده، فيطلع بقى البلدان بره. لكن انت سيادتك يا استاذ عمر هريدي احنا ما عندناش غير فرع واحد، هروح نفتح فروع بره بره؟ طب ما انا ازود فروع اللي جوه الاول مش من كترها. دي حاجه. الحاجه الثانيه يا استاذه ميرفت، جمهور حضرتك جمهور الزمالك في برنامج طبخ على بقناه النادي الاهلي ماسكه لحد اللحظه دي كوميك وعمال بيتكلم عليه. سيادتك عايز تعرضي مسلسلات وافلام؟ هي ده ده انت بتسلينا؟ والله العظيم لو حضرتك واخدها من باب التسليه ومفيش مثلا محاور في البرامج او افكار او اي حاجه، هاجي اقول لك خلاص نشغلها افلام ومسلسلات، وانا مش عارف ايه اللي ممكن، خلاص ما نعمل قناه ثانيه، انا اغير اسم القناه ما دام قناه الزمالك مش جايبه همها. ما هو حضرتك بتقوليه ده، وانا عايز برضو راي الناس، ده معناه افلاس لقناه الزمالك. لما احنا نلجا للافلام والمسلسلات ده افلاس، ان معنى كده مفيش برنامج مطلوب اعلاميا ولا اعلانيا، مفيش برنامج مطلوب. استاذ سمير حيدوس الف سلامه، اسلام اخوك، تحياتي ليك يا استاذ سمير، تحياتي ليك والف شكر على دعمك، بشكرك جدا وعلى كلامك. تحياتي لكل الناس المحترمه يا جماعه، وتحياتي لاي بني ادم بيقول كلمه كويسه. انا يا جماعه بقول الفكره بتاعت الاستاذه ميرفت ده كده، حضرتك بتعلني بشكل واضح وصريح ان الخريطه البرامجيه في قناه نادي الزمالك خريطه فاشله. ليه؟ لان مفيش برنامج واحد ربنا مطلوب، ومفيش اي اعلان عايز ينزل. ما هو الاعلانات كده هتنزل، حضرتك بتقول انها هتنزل على المسلسلات والافلام ومش هتنزل على برامج قناه الزمالك. ده اعتراف ضمني من حضرتك ان البرامج الموجوده لا ترتقي وانها مش مطلوبه وان المعلنين مش عايزينها. ده اعتراف ضمني ان كده اصلا ما حدش عايز ينزل رعايه على اي برنامج، انها كلها برامج على الله. يا جماعه برضه برجع تاني وبسال، لان انا اوقات والله بحس ان المشكله فيا. هل كلامي ده منطقي لما يضايق الناس؟ كلامي ده صح ولا غلط؟ لما انا جاي اقول لك دلوقتي انا هبيع العربيه اللي معايا ديت عشان مش جايبه همها، واجيب عربيه مثلا، هجيب عربيه بطاطا عشان ما اجيب فلوس، ده معناه ان انا اعترفت ان انا خلاص على الله وقعت، ديت مش عامله معايا حاجه، عربيه البطاطا اهم. فانا دلوقتي لما اجي اقول انا هخلي قناه الزمالك تعرض مسلسلات وافلام، ده اعتراف مني ان المعلنين هيجوا على الافلام والمسلسلات ومش معترفين بالبرامج اللي عندي. يبقى انا عندي مشكله في تسويق البرامج، يبقى البرامج بتدار غلط، يبقى الناس اللي شغاله جوه شغاله غلط. يبقى انا بدل ما اجي اقول مسلسلات وافلام وافتح مجال ان حد يحفل، طب ما انا اعمل برامج تتشاف واخلي المعلنين يتنافسوا عليها. هو الاعلاميين اللي بيمشوا من قناه الزمالك وبيروحوا قنوات ثانيه اكثر منطقيه، انا ماليش علاقه بالحياه، اما انا بتكلم عن المنطق. هي قناه الزمالك قناه فئويه، ولكن كان يعاب في وقت من الاوقات، واتمنى ان ده يتغير، اني لا يدخل القناه زي ما انا كده دخلت قناه الزمالك، انتقدت جوه قناه الزمالك وقلت رايي جوه قناه الزمالك وما اتكسفتش، لان ده رايي هو راي الناس، فانا مش هقول حاجه عكس راي الناس حتى لو مش هخشها تاني.
لان كده الناس هتقدر ان انا بحترم دماغهم وبحترم ودانهم. فانا مش عشان راجل زملكاوي يبقى انا كاره الناس كلها وعايش متوحد. مشكلتي كلها ان انا لازم اقول كلام مش حقيقي عشان القناة تدار ما منكحتش بالشكل ده. طب ما تجربه، لان الاعلامي اللي بيخرج من قناة الزمالك وجربه على مسؤوليتي كابتن طارق يحيى لما بيطلع من قناة الزمالك يروح على اون تلاقي طريقته في الكلام اختلفت والناس تحب تسمعه. انا بقولك منتهى الصراحة، كابتن خالد غندور لما يطلع من قناة الزمالك تلاقي طريقته اختلفت. المبرر هنا يجي يقولك ايه قناة فئوية. هو القناة الفئوية دي والقناة المنتمية للنادي هل ده معناه انها قناة تخرج بره المنطقية؟ ما اشوفش المنافس وما ابتدى اسخف فيه بيه وابتدى ان انا اقعد اتكلم في كلام مش منطقي، فانا كده ما انت كده فقدت المشاهدة وفقدت كمان المنافس. ليه بقى سيادتك؟ انا دلوقتي لازم اعترف باعتراف ضمني، والكلام ده على جزئية استاذة ميرفت تحديدا. استاذة ميرفت في مصر عدد المشجعين الكورة، بتكلم عن مشجعين الكورة الناس كلها في مصر يعني اغلبهم كلهم بيحبوا الكورة، في ناس منتمية ظاهري من بره وفي منتمية قلبا وقالبا وبيشجعوا ويحضروا ماتشات والكلام ده. لو فرضنا ودنا مثال المشجعين الكورة في مصر وليكن 50 مليون بيحبوا الكورة وما بيسيبوش ماتش، منهم ما لا يقل عن مثلا 35 مليون اهلاوي. ده انا بديك مثال على اللي هما بيسيبوش ماتش، مش بتكلم يا جماعة عن المجموعة اللي هو انت بتشجع انا بشجع الاهلي. طب اللعيبة اسمها ايه انا مش معرفش بس انا اهلاوي، انا مش بتكلم عن الناس دي. او انت بتشجع ايه بشجع الزمالك ليه؟ طب تعرف مين؟ لا انا بطلت تشجيع عشان انا كنت بشجع من ايام كابتن حازم امام. انا بتكلم على اللي هما دلوقتي. لو جيت انت عملت توازن مشجعين الكرة في مصر، لو جيت اتكلمت على 50 مليون 35 مليون منهم اهلاوي، وعندك بعد كده مثلا قول 10 مليون زملكاوي و5 مليون بقى مقتسمه بقى ما بين مشجعين مثلا غزل المحله ومنهم برضو اهلاوي زملكاويه، ولكن انا بقسمها لك يعني تقسيمه ايه لما يحب كل واحد منتمي نادي مصر البورسعيدي الاسماعيلي الكلام ده كله. فانا لازم احترم الاغلبيه او العدد الموجود. طب احترمهم ازاي؟ اطبل لهم؟ مش طب ما تطبلش، خليهم يكونوا موجودين معاك ويتفرجوا عليك. طب ما هو كده كده بيتفرجوا عشان انا بقول كلام مش على هواهم، ده انا بتكلم من الناحيه التسويقيه. بيتفرجوا بس مش هيدعموك. وبيتفرجوا ومش هيشتروا عندك اعلانات، لان لو واحد معلن دخل عندك المشجع الاهلاوي مش هيدعمه، لان هو هيعرف ان المعلن ده دفع فلوس لحد بيضايقه. او لحد بيقول كلام، فهتلاقيه مقاطع الحاجه دي، مقاطع الشركه ديت، عامل لها حملات، متضايق منها، كل الكلام اللي انتوا بتتكلموا. فانا لازم احترم ودان الناس. طب انا واحد زملكاوي عندي مشكله مع فئه معينه، الفئه ديت هي الفئه اللي انا جيت قلت لك عليها، اللي هي حتى العمليه الماركتنج او التسويق. هو مش بدي كورسات في التسويق، ولكن انا بدي كورسات على المشاهده. انا واحد اهو بيتفرج عليا دلوقتي اهو مثلا وليكن اللي في العين دلوقتي داخلين على 2000 بنتفرجوا معايا، ودايما الحمد لله الناس كلها داعمه ليا. طب انا كسب ثقتهم ليه؟ هل انا بقول معلومه غلط؟ حد يجي حاسبني في اي معلومه اللي بقولها غلط؟ لا. يبقى انا كسب ثقتهم عشان انا منطقي. طب انا هل انا بطلع اشتم في الزمالك؟ ما بيحصلش، عمري ما اقدر اقولها. بتمنى ان الزمالك يكسب، ولكن هكسب ثقه الناس علشان انا بقول الكلام اللي هم عارفين انه صح، وهم صوتهم مش واصل، فهم عايزين منصه يسمعوا منها كلام يخش دماغهم. فهم بيقدروك وبيحترموك لانك بتقول كلام هم خلاص دخل دماغهم. انا مقتنع بالاسلام بيقول، مقتنع حتى لو على حساب الاهلي. نفس ذات الشخص طلع بهاجم، لو في موقف موجود بهاجم المنطقي، تصريح مثلا طلع من مسؤول من النادي الاهلي بطلع انتقده، بس هو خلاص متكيف. ليه متكيف؟ لانه لما يسمع منك الكلام عارف انك بتتكلم كلام حق. فانا هدعمك بقى، هعملك مشاركات الحاجات اللي بتضايق البعض اللي عندهم نفس لون التيشيرت ده، يجي يقول لك مثلا لايك وشير وبتاع. ما هو بيديني اللايك والشير ليه؟ عشان هو الكلام اللي هو بيسمعه دوت داخل دماغه. فانا بضرب مثل على بقى مؤسسه وعلى قناه كبيره جدا مصروف عليها الملايين اسمها قناه نادي الزمالك. قناة نادي الزمالك لازم تعي ان احنا اسمنا شعب مصر، عندنا في كم وكيف، في عدد بيتابعك وفي عدد مهتم. العدد المهتم لازم اقدره، ولازم اعرف ان المنافس برضه بيتفرج عليا، اكتسب كل الشريحة بتاعة الناس، اكتسب من المشجع حتى من النادي الاهلي ياخد من عندي معلومة. ياخد معلومة. طب اخد معلومة ازاي وانا المنافس بتاعك؟ تاخد معلومة من اخبار رياضية حقيقية، تاخد معلومة من شفافية، تاخد معلومة ان انت تقيم قوة الفرق صح، تيجي تقول مثلا مميزات النادي الاهلي في 1 2 3، وتعمل اللي انت تطور من نفسك. هيبتدي يخاف منك. ليه يخاف؟ لانك انت فهمته. وتيجي تقول النادي الاهلي القوام بتاعه السنه دي 1 2 3 وعنده امكانيات، فيبتدي المشجع الاهلي بيبتدي ياخد منك كمان معلومه، وبيعرف
ميزان القوه ما بينكم انتوا الاثنين، فهيتفرج عليك فهيدعمك، فهيجي لك معلنين، فالمشجع لو مش هيتضايق مع المشجع الزمالكاوي كده كده بيتفرج عليك لانك كده كده بتذيعوا الماتشات وبتعمل استوديوهات تحليليه واسمك قناه الزمالك، كسبت كل الطائفات. لكن انا لما اجي اعمل حاجه على زون وعايش في حته لوحدي، حته لوحدي تماما، منعزل عن كل الناس، بقدم اعلام انفرادي، يا ريته حتى مش انفرادي دوت اللي هو السبق يعني، لا اعلام مع نفسي عامله لوحدي، عايش مع نفسي، بتكلم عن نفسي فقط لا غير، ومش شايف اي حد تاني. ما انت الحد من الناس اللي انت مش شايفها دي مش هتدعمك، هتشوفك ليه؟ وفي التسويق الكلام ده غلط، انا لازم اكون عارف ان كل الشرايح بالنسبه لي انا محتاجها، كل الناس تتفرج عليا، كل الناس تتفرج عليا. قناه الاهلي عايزه المشجع الزمالكاوي يتفرج عليها، اه والله العظيم قناه الزمالك عايزه المشجع الزمالكاوي يتفرج عليها، وبيتكلموا في موضوعات تخص نادي الزمالك عشان جمهور الزمالك يخش يتفرج. لكن هو شوفه بيقدمها لك ازاي، هل بيقدمها لك باقلال ولا بيقدمها لك بمعلومه؟ بيقدمها بمعلومه، يبقى مش بيسالك، هي دي الفكره، ما تقدم المعلومه دون اقلال. الراجل الصريح ما تخليه موجود. وانا لما طلعت انتقدت اداء لعبه الزمالك وانتقدت المنظومه في نادي الزمالك والاداره في جوه قناه الزمالك، انا كنت مستني مصلحه مثلا من مين؟ انا كنت مستني حاجه واحده بس، ان انا بعد ما اخلص الهوا ما حدش يجي يقول لي انت بتتلون، تطلع على اللايف بتاعك تقول كلام وكانك انسان صريح وتلقائي وما اعرفش ايه، وتخش القناه تقعد تقول كلام تاني خالص وتغير جلدك. انا ما اعرفش اعمل الكلام ده خالص. فاستاذه ميرفت، الاصلاح من داخل قناه نادي الزمالك، من المنظوم الاعلامي والمنظور الاعلامي اللي بيتقدم، والله العظيم لو اتطور هيجي لحضرتك معلنين من غير ما نعمل مسلسلات ومسرحيات والحاجات اللي انت حضرتك بتتكلم عليها دي. موضوع ال 20 شجره ما اعرفش ايه اهميته بصراحه، هل مثلا هيخف الشمس شويه؟ في حاجات اهم ممكن نتكلم فيها. موضوع ان احنا نفتح فرع بره يا استاذ عمر، مش عايز اكرر كلامي تاني، احنا نفتح جوه الاول. عموما يا جماعه ده كان تعليقي، بشكر كل الناس اللي تابعت اللايف من اول لحد اخره، وبدعمكم بنكمل، واتمنى ان صوتنا يوصل. اللي عايز يقول علينا اللي احنا بنقوله دوت كلام مش منطقي، انا عارف ان هو منطقي بغصب عن اي حد، لان هو لغه المنطق واحده ولغه الصراحه واحده. فاللي عايز يجي يقول لك ده كده بيطبل، نفسي بس يجيب ميزان الطبله واعرف طب الطبله ديت هو بيوزنها بناء على ايه. يعني هات لي معلومه غلط، هات لي ميزان غلط، هات لي انا حاجه بقولها مش صح وقولها. قول لي مثلا انت جاي عليا في كذا، او انت بتطبل الاهلي في كذا، قول لي في ايه. امبارح بتكلم على سريعا يعني في دقيقه كده في عجاله، امبارح عامل فيديو بتكلم فيه على لاعب مودست اللي جه، وبقول ان التقديمه كان شكلها شيك، وعملوا مزيج ما بين التراث المصري والفرنسي، بين على اغنيه انا اهويت وانتهيت بتاع سيد درويش مع اغنيه فرنسيه، وعملوا مزيج شكله حلو، وقعدوه على القهوه وبيخبط بالمعلقه كده خبطتين على كوبايه الشاي وبيلعب دومنا، حاجه شكلها شيك. وكلمت، وهل انا لما لو قلت حاجه شكلها وحش انا كده حد هيصدقني اصلا؟ يعني انا لو قلت ايه الحاجه الغريبه دي، ايه التقديمه الغريبه دي، حد هيصدقني؟ هيقول عليا حاقد. بس ده الموضوع ببساطه، بس منتهى البساطه. لكن هو يتقال ان هو حلو بغصب عن اي حد. قلت سامي سمرافع شكوى على نادي الزمالك.